مشاهدينا، وللحديث عن هيمنة الميليشيات على العراق وسط واقع سياسي واقتصادي وأمني هش، معنا من بيروت الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ سعد الدغمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حياكم الله. معهد كارنيجي يؤكد سيطرة الميليشيات على العديد من الأذرع الاقتصادية الحيوية في العراق وعلى رأسها المنافذ الحدودية. ما احتمالات تنفيذ حكومة السوداني في القريب العاجل إصلاحات تحد من الفساد المستشري في الدولة وهيمنة الميليشيات عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. الحقيقة البرنامج الذي وضع للسيطرة بشكل عام على العراق بالتعاون بين الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني، نعم، أدى لظهور هذه أو اعتمد بشكل رئيسي على هذه الميليشيات كأذرع للسيطرة على كل منافذ الحياة في العراق، نعم، بما فيها المنافذ الاقتصادية التي ذكرتموها والمنافذ الحكومية وغيرها والمنافذ الحدودية التي نعني بها الموانئ والمنافذ التي ما بين الأردن أو الأردن والعراق وسوريا والعراق ومنافذ إيران. هذه المنافذ كلها تستخدم للتهريب لصالح إيران التي سيطرت بشكل كامل عبر هذه الأذرع الميليشياوية على كل الحياة في العراق، طبعا من أجل منافعها في الدرجة الأولى ومنافع العمليات العسكرية التي تديرها حتى في سوريا واليمن ولبنان، نعم، وغيرها. هذه كلها تدار بالأموال العراقية عبر السيطرة على هذه المنافذ الاقتصادية والسيطرة على الشارع العراقي بشكل عام والسيطرة على الحياة برمتها في العراق لخدمة إيران. ربما هذه الميليشيا، نعم، ربما من خلال عقدين، يعني كيف أسهمت بنية العملية السياسية الحالية بالوصول إلى هذا النظام التابع كليا لإيران وميليشياتها؟ هي بالحقيقة يعني هذه العقدين اللي ذكرتها 20 سنة اللي مضت، نعم، هي عبارة عن تطبيق للمنهج الذي وضعته إيران كما ذكرت بالتعاون مع المحتل الأمريكي للسيطرة بشكل كامل على العراق. هذا المنهج يتضمن هذه الأذرع، تطبيق هذه الأذرع للسيطرة على هذه المنافذ والحياة برمتها لصالح إيران في مقابل عدم الاحتكاك أو التقاتل ما بين الأمريكان وإبعاد تأثير الجيش الأمريكي عن الحدود الإيرانية واتفاقات باطنية واتفاقات ضمنية على هذا الشاكلة للسيطرة بشكل عام. ويقال طبعا ومقولة معروفة أنه ما فوق الأرض للسيطرة الإيرانية وما تحت الأرض للاحتلال الأمريكي. سيطروا بشكل كامل على النفط اللي هو السلعة الرئيسية التي يعتمد عليها العراق، ومن ثم كل هذه الواردات تعود بالنفع على إيران لتغذي بها هذه الميليشيات والأذرع المسلحة التي أرهبت الشعب وأرهبت المنطقة وخربت ودمرت وسيطرت بشكل عام على الاقتصاد العراقي، تديره كيف تشاء، تقدم من تشاء وتصعد من تشاء وتنهي وتقتل من تشاء. طيب، كيف وافق الساسة في العراق على تحويل العراق إلى سوق مفتوحة لإيران بهذا الشكل الواضح؟ في أي مقام يأتي أمنه أو يأتي أمنه الاقتصادي والسياسي وحتى الغذائي؟ ألا تعد أولوية من قبل الأحزاب الحاكمة؟ سيدي العزيز، هم يعني العراق لو كان فيه سياسي حقيقي أتى لخدمة الشعب، وهذه ذكرناها من سنين مرت، نعم، لو جاءوا لخدمة الشعب بشكل حقيقي لما حصل هذا الذي حصل. ليس هناك من سياسي، هناك أدوات تديرهم إيران لمصلحتها ولمنفعتها فقط، نعم، يسوقون حجج واهية يعني اعتمادا على الحرب التي دارت في الثمانينات، يتهمون العراق ويتهمون النظام السابق، ومن ثم يطالبون بتعويضات ويطالبون يعني، وأحدهم
أو الكثير منهم يصرح دائما يقول أنه هناك قرارات من الأمم المتحدة لتعويض إيران والنظام السابق لم يعوض، وأننا نستغل هذه الفرصة كما قالها عبد العزيز الحكيم في السابق وطالب بتعويضات ملياريه للجانب الايراني بخصوص تلك الحرب لا نخوض فيها، لكن هم ادوات جاءوا لتطبيق هذا النهج لخدمه المصلحه، مصلحه النظام الايراني في المنطقه بشكل عام. هذا بالنسبه لولائهم لايران، ولكن هل من مصلحه المجتمع الدولي استمرار هذه البنيه الهشه من الدوله في العراق؟ هل ترى يعني ان حكومه السودان على قدر الدعم الذي تتلقاه على المستوى الدولي والاممي كذلك؟ سبق للمجتمع الدولي وحتى الامم المتحده دعمت من سبق السوداني، من سبق السيد السوداني في هذه الحكومات التي مرت على العراق وعلى شعبه، دعمت عادل عبد المهدي ودعمت المالكي ودعمت حيدر العبادي، لكن وحتى الكاظمي، لكن ماذا جنى الشعب العراقي من هذا الدعم؟ هذا الدعم ليس إلا لأغراض مصالحهم فقط. المجتمع الدولي والأمم المتحدة مستفيدون من الوضع القائم في العراق بشكل تام، تصلهم شركاتهم تعمل وتصلهم المقاولات وتصلهم الأموال بشكل عام و منافعهم إلى آخره، ويحرم منها الشعب البائس الفقير الذي وصل إلى أدنى مستويات الفقر، كما تصل منافع إيران إلى حدودها وإلى مناطقها. وأتصور أنه صفقات الكهرباء مع الجانب الإيراني أكبر دليل على هذا، على كلامنا هذا. ويعاني لغاية اليوم يعاني الشعب العراقي ويعاني قطاع الكهرباء من أزمات حادة في هذا الحر اللاهب، وصرفت عليه ما يقارب من 700 مليار ودون جدوى ودون نفع. الحكومات، هذه الحكومات جاءت، أو كما سألت، كما كان سؤالك، من المجتمع الدولي عفوا والأمم المتحدة، هذا المجتمع الدولي كله بنى دعمه وأموره لأغراض الاستفادة الخاصة بهم فقط، ونلاحظ أنه ليس هناك من مستفيد من الشعب العراقي طيلة هذه العقدين الماضيين. أمنيا وعلى أرض الواقع، ما خطورة استمرار هذا النمو بقدرات ميليشيات الحشد التي أخذت كتلة مالية ضخمة في موازنة السنوات الثلاث المقبلة، مع زيادة بعناصرها تصل إلى 116 ألف عنصر مقابل زيادة 50 ألف عنصر في قوتي الجيش والشرطة؟ يعني من وجهة نظري سيدي العزيز أنه هذه الزيادات وهذا الدعم المنقطع النظير لميليشيات الحشد هو يعني بصورة عامة لإلغاء دور الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي التي كانت في الماضي تمسك بزمام الأمور، وكان العراق من أنظف البلدان خاصة في قضايا الأمن، قضايا الإرهاب، قضايا المخدرات. لم يكن العراق أو الشعب العراقي أو الشارع العراقي بشكل عام يعرف هذه القضايا إلا بعد أن جاء الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني وسيطرت هذه الميليشيات على موضوع حلقتنا اليوم المنافذ، لتعمل في تجارة المخدرات وإغراق الشارع العراقي بهذه السموم القاتلة لتدمير الشباب ولتدمير الوضع الاجتماعي لتدمير القيم، ومن ثم كسب المليارات من الدولارات عبر هذه التجارات المجرمة، التجارة المجرمة عبر ترويج المخدرات وبيعها وتداولها ما بين إيران، طبعا منفذها الرئيسي إيران، وانتشارها في السوق العراقي بشكل عام. حتى أحدهم صرح قال من أحد ما يسمى بالمسؤولين، قال أن هناك مسؤولين متنفذين هم الذين يقومون على إدارة وتهريب المخدرات وبيعها في الشارع العراقي. من بيروت الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ سعد الدغمان، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.